السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ كنتمناكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي غادي نصوبوا فيه واحد اللوحة اللي هو تحت الطلب. طلبتها مني واحد الأخت، بغات التقنية ديالها. دونك كيف شوف الأول ديال الفيديو، أنا يعني كنت كنرسم فيها أما لوفي، وهي مش عندها واحد العبار، لأن على حسب الطابلو العبار ديالو شحال عندكم ديروا الورق القياس اللي بغيتو نتومايا. دونك هاد التقنية هذه سهلة، وحنايا ممكن نخدموها بزاف ديال المواد والبدائل. دونك انا اليوم غادي نخدمها معكم بماده واحده، وبطبيعه الحال كيف قلت لكم في الاخر ديال الفيديو ولا في وسط الفيديو غادي نعطيكم المواد اللي باش ممكن تخدموا هاد الرشمه هذه. دونك ما نطولوش الفيديو اكثر من هكايا، تنقول لكم مرحبا بكم وتتبعوا معايا الفيديو، والى عندكم شي سؤال خليه ليا في التعليق. نبداو على بركه الله. الوغ اليوم غادي نخدموا بالبرا، داكوغ؟ دونك هنايا انا مخلطه لوندويل، مخلطه شطوف بلاكول وشويه ديال الماء، وهو اللي غادي نبدا ندير به لي كونتور ديال الورق عندي. داكوغ، طريقه سهله، فقط غادي نتبع الرشمه ديالتي. كيف كتشوفوا طريقه ولا اسهل. وفيما تخوى ليا السرنقة نعمرها، ما تيبانش ليكم واقيلا ياك، هاتي غادي نقلب لاكام باش غادي يبان ليكم مزيان. نخوي غير السرن، غنشوف الا بان دابا مزيان غادي نكمل التصوير ليكم مزيان. دابا الا ما بانش غادي نخلي حتى الغدا على ضوء النهار، لان هنايا ما عنديش الضوء بزاف. هلا كيا غادي نبقى متبعه فقط على الرشمه ديالتي، الا خرج شي شويش على الرشي ما سي با غاف. بما ان التقنيه سهله وما كتحتاج واحد الشرح اللي هو بزاف، لان الفيديو راه هو شرح راسو، انا زربته هنايا باش ما يجيكمش لا فيديو طويل. فقط غادي نستمر حتى غادي نكمل الرشمه ديالتي كاملها يعني، وغادي نخليها شي شويه تنشف في القلب ديالها، لان هو يسطب دغيا كينشف، وعاد بالتالي على حسب الجو كيف داير. الا كان الحال سخون ادغيا غادي ينشف، ومن الاحسن ينشف القلب ديالو، لان هذاك الغلياف اللي حنا كندوزوه هو شويه غليظ، غادي هو اللي غادي يقبض شويه الوقت. اما سينو شي لاخر كله هو راه ساهل، واي واحد مبتدئ راه ممكن يخدم به. فقط نتوما يا غادي تشوفوا واش بغيتوا تخدموا بلا سيرانغ، ولا تخدموا تعمروا هذيك الزياته، ولا تعمروا اي حاجه ديال 3 دي، ولا باش غادي يتخدموا. ما التقنيه يعني راه سهله صافي. كيف قلت لكم غادي نخلي حتى غادي ينشف هاد لو كونتور اللي انايا درت، غادي ينشف في القلب ديالو، عاد مازال غادي نزيد هادوك الخطوط اللي هما يا لداخل ديال الرشمه، فهمتوا؟ هما يا اللي غادي يبقاو ليا. دونك انا بديت التصوير بالليل وخليته، لان ما كانش كيبان مزيان، خليته حتى لغدا عاد باش كملته معاكم. وباش نوري لكم هنايا في هاد اللقطه هذه، انايا هنا بديت كنغلق المسام ديال الطابلو ديالي، حيت لاطوال اللي انا خدامه عليها ماشي لاطوال ديال الرسم، هي لاطوال صحيحه ولكن ماشي ديال الرسم، ما كتجيش تريتي. دونك ديكو انا خصني نعاود ندير ليها لو تريتمون ونسد ليها هذوك المسام ديالها، باش ما تشربش ليا الصباغه، وباش ما تبهاتش الصباغه مع المده. وتا في الجنابات يعني في لو فون ديال الطابلو انا درت واحد الضريبات بالجيسو باش يعطيني واحد شويه ديال لو غولياف، وهذوك الورق ديالي ولا ديك الرشمه تبان زوينه في لو فون ديال الطابلو. كتبقى هذه خطوه اختياريه، فقط ديال اننا نسدو المسام ديال لاطوال ديالتنا، هذه خطوه اللي كنظن خاصها تكون ضروري، خصنا نديروها باش ما تشربش لينا، باش ما يشربش لينا الصباغه. دابا انا كملت الطابلو ديالي كله هويا يعني في الرشيم في الخدمه ديالته، كملت هذوك الخطوطه كملوا. دابا غادي ندوزو للتلوين واخا، ولكن قبل ما ندوزو للتلوين غادي نوري لكم. دونك بالنسبه اللي بغى يشري هاد لاباط جاهزه، راه هي كتباع كاينه في كادوس، الا كتشوفها كونتور غولييف باست، ها هي هنايا السميه غتبان لكم. ما بغيتوش بغيتو تصاوبوها في جيسو، ممكن تصاوبوها كيف قلت لكم وديريها اما في ديك القراعه ديال الزياته، ولا تعمروا هاد القراعي ديال تليسيغن ولا ديال 3 دي، تعمروهم وتخدموا بهم الا ما بغيتوش ديروا السيرانغ باش تجيكم سهله. كاينه حاجه واحده اخرى عاوتاني بالنسبه لهاد الخطوط هادو، ما حيت هما ذهبيين بامكاني نديرهم
بهاد الكونتور هذا نخدم بهم، ممكن نديرهم 3 دي باللون الذهبي، ممكن ندير كل شيء بالابيض وانايا غادي نلونهم من بعد. دونك هي هاد التقنيه انايا ولا هاد الطريقه هي اللي دابا اللي انايا خدمت بها، خدمت كل شيء بالابيض ودابا غادي ندوزو المرحله ديال التلوين. دونك بالنسبه لهاد لابات غولييف كونتور كنا خدمنا بها الى عقلتو، هنايا غادي نوري لكم كنت خدمت معكم هذا مع واحد البريق درنا لي الغوسيكلاج. هي هادي لابات كيفاش كتجي الخدمه ديالتها. هنايا تاني كنا خدمنا هاد المكانه هادي هنايا لونتو ودرت من فوق منو لاباتين مع ورق الارز. هنا كتجي ساهله، ما كاين ما صوب ما والو، ما كيتبوشاش ليكم، كتخدموا بكل اريحيه وكتجيكم سهله. وانتم تيبقى لك انا كنعطيكم الاختيارات وانتم هي اللي جاتكم سهله واللي قريبه عليكم هي اللي تخدموا بها. دابا غادي ندوزو للتلوين. بالنسبه للالوان اللي انا اختاريت غادي نخدم بها اللوحه ديالتي، غادي نبدا بالارضيه هي الاولى، غادي نخدمها باللون الرمادي شويه مفتوح ماشي مغلوق، هو اللي غادي نخدم بالارضيه اول حاجه. نتوما تسبقوا الارضيه ولا تسبقوا الورق كيف ما ارتحيتوا غادي تخدموا. دونك غادي نكمل الارضيه كاملها باللون الرمادي، ومن بعد غادي ناخذ اللون الذهبي لان غادي نخلط به شويه. كيف عرفتوا انا درت هذوك الضريبات ديال ستوب، دونك عندي واحد شويه ديال الغلياف، وحتى باش نهرس هذاك اللون ديال الكري قلت غادي ندير هذوك الضريبات ديال اللون الذهبي غادي يجي زوين. وحتى اللون الذهبي غادي نخدم به بعض الاوراق ديال هاد الرشمه هادي، ولكن بالنسبه لي انايا مني خدمت هذاك اللون الذهبي وسيرتو في الاوراق جاني اللون ديالو مجهد بزاف، يعني جا شويه عاطل العين باين بزاف، انا ما عجبنيش بزاف. وهنايا كيبقى ثاني مسال ديال الذوق، يا انتما تخدموا بهذاك اللون الذهبي اللي اللون ديالو مجهد بزاف، يا تهرسوه كيف ما انايا هنايا هرستو واحد شويه كيجي ما بين البرونز ما بين الذهبي، ما كيجيش داك اللون الذهبي اللي هويا قاشع بزاف. هنا كيبقى الاختيار ديال الالوان على حساب ذوقكم نتوما، يو فين غادي تعلقوا هذيك اللوحه ديالكم، الصالون في السيجور، اللون ديال الفراش، اللون ديال الحيط، اللون ديال الطريه، كيف ما بغيتو نتوما غادي تختاروا الالوان ديالكم نتوما. بالنسبه للتيج راكم شفتوني انا عاود كملت هذوك التيج، هبطتهم حتى لتحت باش تبان الرشيمه ديالتي زوينه. هنا غننتقل انني غادي نصبغ الاوراق ديالي، اختاريت الان الابريد اكريليك في الخضر، وغادي نخلط الابريد الاكريليك وغادي نخلط الصباغه ديال الزاج، لان ما لقيتش واحد اللون عندي في الابريد في الاكريليك، وليت غادي ناخذها من الصباغه ديال الزاج، وغادي نخلط شويه لانني ما بغيتش الورقه تجيني كلها لون واحد، بغيت هذيك اللعبه ديال الظل مع الضو وتكون الورقه هكايا فيها جوج ديال الالوان تعطيني واحد الغلياف داكوغ. وهذاك اللون الاخضر انا غادي نخلط معاه واحد شويه ديال اللون الازرق الالترا مارين نيميرو 38 وفي الصباغه ديال الزاج، غير كيف قلت لكم باش تجيني هذيك التموجات ديال هذاك اللون، ما تجينيش غير موحده لون خضر محطوط وصافي. هكا باش غادي نكمل انايا هذوك الوريقات كاملهم ان شاء الله. هنايا خديت اللون الذهبي وحطيته في البونجه بحال هذا الشكل هكايا، وغادي نجي غادي ندير ضريبات غير من الفوق حيت هذه شنو هي هي بحال هكايا، لانني ما بغيتش نصبغ لداخل، بغيت فقط هذوك الخطوط اللي انايا درت هما اللي يجي فيهم هذاك اللون الذهبي، وحتى الكونتور ديال الورق حتى هويا يكون فيهم هذاك اللون الذهبي. بحال هكايا ضربات خفيفه، ولا خصاتني الصباغه نعاود نزيدها هنايا نهزها في البونجه ديالتي ونمشي بها كامل فوق من الوريقات حتى ما تبان ليا شي بلاصه مازال ما فيهاش. بحال هكايا كيف تشوفوا طريقه سهله. اول ما ندخلش الصباغه لداخل لان بغيت غير هذوك الكونتور وهاد الخطوط هما اللي يكونوا باللون الذهبي صافي. دابا غادي ناخد بانسو اللي هو غيكون رقيق باش غادي نفيني هاد الجنبات هادو ديال هنايا، الجنبات كاع فين قيصه ليا الصباغه خارجه الصباغه خضراء ولا خارجه الصباغه الذهبيه، غادي ندير لي غوتوش ونفيرني الطابلو ديالي وغادي نوري لكم في الشكل النهائي ديالو. صافي كملت الطابلو هو الشكل النهائي ديالو،
فقط غادي نعلقو في بلاصتو. ما تنساوش تجيو لا سينياتور ديالتكم في اي حاجه، اي لوحه صوبتوها ما تنساوش لا سينياتور ديالتكم. دونك كنتمنى ان الفكره ديال لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، بان الطابلو حتى هو ينال الاعجاب ديالكم. نلقاكم ان شاء الله في لوحه جديده وفكره جديده، تبقاو على خير.